بسم الله الرحمن الرحيم. معنويات مرتفعه جدا، ما برين فيكتوار اللي بيراتنا بزاف بزاف، سورتو كنا سو بريسيون وين كان درنا ان فو بان ريحو توجور فوا ديرنيير بلاص. ما دوكا هكذا انا غاني دي بلاص، اون اون 8 بوزيسيون ما بدي بوان، تما نقدروا نلعبوا البروشان ماتش اليز دونك سي سور. المباراه تاع المونديال تاع في تينيسيان راكم تفكروا في المباراه القادمه؟ بيان سور بيان سور، تحضير تاع المباراه العالميه يبدا من اليوم، باسكو خلاص هادو الطروا بوان خلاص اي سون تاكي، جبناهم خبيناهم، دونك نحوسو نديرو ان بون ريزولتا تما في العلمة. سي سكون اي اونترين دو بريباري هاد السمانة هادي، ان شاء الله ربي يوفقنا. كيفاش توقعت مباراة صعيبة؟ باسكو ريف فيليكس في العلمة راحو جابو ان بون ريزولتا مسكي كدا وين ربحو، ما يكون عندهم هما تاني مرة تاعهم طالع، وين لازم يكونفيرميو هذاك الريزولتا. شغل حنا تاني جبنا ان بون ريزولتا وين لازم نكونفيرميو لو ريزولتا هذا برا، ما سرا ماتش تري ديفيسيل، سرا ماتش تري ديفيسيل من جوا من جوا. واش لازمنا كونسونتراسيون، لازمنا موبيليزاسيون دو تو الموند، ما وين شغل ساريست من بعد الفوتبول. دونك لو ميور كي سي سيلوي كي كان سور لو تيران، دونك اون بون بريباراسيون ان شاء الله نوجدوا له بيان الماتش هذايا من كل النواحي، من ناحيه تاع ستاد وين راح نلعبوا في ستاد غازوني، وين البالون ما يقدروش نبراتيكيوها بيان، ثم صافا جوي سور دي ديتاي الماتش هذايا. فوالا الله يسلمك. صح، بسم الله الرحمن الرحيم. الانطلاقه هذه كانت اولا نقول انا ربي وفقنا على كل حال، نحمده ونشكره، هذه ثم الحاجه الاولى. حاجة ثانية نقول حقيقة كان ضغط على اللاعبين، ولكن الشيء اللي صنع الفرق في المباراة هذيك هي رجولية تاع اللاعبين، لعبوا بحرارة كبيرة، لأن ما يخفالكش المباراة كانت صعيبة أمام فريق كان في المرتبة الثالثة، وفريق نظن ممكن فقتوا لها، ممكن الناس ما دراوش بهذا الشيء. لما تلعب انت اخر مباراه وكلهم لعبوا وتشوف راك لو تنهزم ولا دير تعادل تكون تصبح في المرتبه الاخيره وانت تكون منحط من ناحيه بسيكولوجيه، شيء صعيب على كل حال. انا نقول الحمد لله اللاعبين كانوا رجال داخل الملعب، رجال لان احنا كاع رجال على كل حال، ولكن رجوليه فاش تصير المباراه هنا تعرف، هنا تقيم الراجل يعرف كيفاش تصير المباراه. يزافي دي كرون باسكو قعدوا 3 دقائق وتسجل هدف، شيء هذا اللي هو اللي مشكوري منه، وزاد هذا الشيء اللي انا اللي فرحت به على كل حال. ونقولوه على كل حال، دهشت لاول مره نشوف مناصرين حتى الدقيقه الاخرى هما ينصروا في الفريق تاعهم، انا دهشت بصراحه، لهذا شكرتهم بزاف على كل حال، وهما زادوا عطاو الدفع المعنوي للاعبين. الشيخ فرحت بالنتيجه ولكن الاداء كان شويه متوسط خاصه في الشوط الاول، يعني ما كان يهم الفريق ولا بصح انا ولا دوك لو تبعتني انا طرحت سؤال وانا المقدمه اللي قلتها، قلت لك ما تنضغطش في هذه المرحله هذه، انا ماشي اول مره نمسك فريق في هذه المشاكل هذه. يبارك فيك، صرات لي مع عده نوادي وكنت ننتظر هاد اول، لان لماذا اللاعبين يحبوا يديروا له ديكليك، يحبوا يبينوا للمدرب هذا جديد واش كاين. ثانيا نشوف الشيء اللي صرا قبل، كل الفرق لعبوا ما عدا شبيت بجايه اللي ما لعبتش امام فريق اللي جاب نتائج خارج الديار، جاب نتائج خارج الديار وجا وصرح بلينا راح نفوز بالمباراه باش يقعد في المرتبه الثانيه. لهذا تشوف ان وزيد على هذا تشوف كيفاش هي باش تمشي لك في الاول، لما الفرصه الاولى لما تتاح تسجل. انتم لو لاحظتوا 2 دقائق ضيعنا فرصه امام الدفاع عنده خبره، وزيدنا على هذا الحارس انا لعب عندي في 2004 في نصر حسن داي، لاعب الاسم تاعو يهضر عليه على كل حال، حارس اللي يعرف كيفاش يسير المباراه وقتاش يقتل اللعب على كل حال. لهذا قلنا كانت مباراه صعبه، وانا صراحه نظن ولا كشتو الناس تبهرت بالشوط الثاني، الاداء تاع الشوط الثاني انا حتى وما كانش الاداء في الشوط الثاني ما نتخلقش، لان كان يهمني 3 نقاط، لان باش تخرج من هذه القوقعه هذه ما تفوز تسير المباراه انضباط وصرامه، انا هذا اللي نبحث عليه، سعيد حموشي يبحث على هذه النقاط فقط. شيخ مشكل النقطه الفعاليه يبقى دائما باش نسير النقاط السبعه الاولى. نعم. هذاك ما عرفش عده فرص، سجلت واحده في اخر دقيقه. لا هذه ملاحظه، لا هذه ملاحظه في محل، على كل حال نحن نقولوا نقص الفعاليه وقتاش يجي نقص الفعاليه، هي هذه خبره تاع سعيد حموش، ممكن اني غلط، هي في المباراه الاولى كي تبدا تلعب في ملعبك وتبدا تضيع وبعد توليت في مؤخره الترتيب، هنا شخصيه اللاعب تعود منحطه
ويعود يلعب يعود يلعب بقلق ويدخل في التسرع. هذا واش وصل الى شابت بجاي من هذه الناحيه. هذه الان احنا كطاقم اولا الان عندنا كنا عندنا 3 ايام قلتها لك عامل فقط. احنا رايحين نركزوا من هذا الباب، رايحين نركزوا من ناحيه اولا نرجعوا الثقه في النفس من اللاعبين، ثانيا كاين تمارينات اللي نخدموها من ناحيه التقني التكتيكي وين اللاعب هذا تدخلوا الثقه ويعود يخدم امام المرمى باش تعاود تولي له. وكي تعاود ترجع كل حال تشوف خطط في البطوله الوطنيه قسم وطني الاول ها، ولما تخلص الجوله تلقى تسجلوا 7 اهداف. نقطتي ستيفان، هل تسجلوا اهداف كثيره بالراس ماشي تسجل؟ عوامل كثيره، عوامل كثيره من هذا الباب راهو النقص ديفيسيت ماهوش غير في شباب الجاية على كل حال، ماهوش في شباب الجاية، ولكن احنا ماشي هذا مبرر على كل حال، على كل حال نعملوا ان شاء الله من كل جانب، وهذا الجانب راح نركزوا عليه، راح نركزوا عليه شيء طبيعي. شيخ خوج مدية في حاجة للتأكيد. الآن أولا هي المباراة كيفاش تتوجد؟ أولا نشوفوا صحة اللاعبين، ما يخفاش الآن ثاني عندنا 3 أيام فقط ها. اليوم استرجاع عندك 3 ولا 4 الخميس راح تمشي على كل حال، صحيح 60 واحد اخرين فقط راح تعمل فيهم من جانب انا نقول من جانب التكتيكي اكثر على كل حال. نقول لك انا مانيش من المدربين اللي نبدا نسبق الفرح بليله كما يقولوا ها، ولكن راح نعملوا باش ما نحترموا الخصم، ولكن حتى احنا عندنا واش نوجدوا للفريق هذا. المباراة تلعب في أرضية مارشا شبكة التغيرين، ترى يكون تحذير خاص من مارشا؟ لا ما يكونش خاص على كل حال، اللاعبين نظن متعودين يلعبوا، داروا حتى داروا تحضير في ستيفل تما، ما حش يكون مشكل لأنها مباراة، أنا ما حش نتقلق شيء كثير من هذه الناحية هذه، لأن اللاعبين كيكونوا واجدين نفسانيا، الذهنية هي الصح، لما أنت توجد لاعب من الناحية الذهنية كل شيء تمشي على كل حال. وهذا انا نقول لك قلت لكم العوده، الحمد لله احنا ربي كرمنا بهذ 3 نقاط هذوما وجاو في الوقت المناسب، راح نخدموا راح تزيد الثقه ما بين الطاقم الفني واللاعبين اولا، ونخلوا المسيرين يرتاحوا من الضغط هذا ينقص عليهم، ولما ما يكونش عليهم ضغط حتى اللاعبين ما يكونش عليهم ضغط راح انت تعمل وتكون ثقه كبيره بين الطاقم الفني واللاعبين. شوف كيفاش بدات الفرق يعني من الناحيه النفسيه ومن الناحيه البدنيه وحتى من الناحيه التكتيكيه. انا نقول لك ما تدخلوش عندي في لا لا معليش انا نقول لك انا شوف انا الحمد لله لو كان تعاود تشوف لي زارشيف سعيد حموش عمر ولا تكلم على المدرب ليفا. المدرب ليفا مشكور على التشكيل بارك الله فيك. معليش انا خاطر كاين مدربين، لا كاين مدربين جينا لقينا منهارين محطوط ومناش كل، انا ما نحبش كيما نمشي من فريق ويجي مدرب واحد ما نتكلمش. المدرب غيموز مشكور على الشيء اللي قام به هو والطاقم تاعو، كان مساعد حتى المدرب حراس كاديم، مشكورين على العمل اللي قاموا به. الان طريقه جديده عمل، هي الطريقه تختلف فقط، نظره واحده اخرى تاع المدرب، كل مدرب عنده نظره ديالو. نقول لك من ناحيه بسيكولوجيه شيء طبيعي، اللاعبين ماشي مرتاحين لانهم ماهمش يفوزوا بالمباراه. ديجا حتى المدرب يهضر واش يهضر يلحق وين وقت وين الرساله ما تجوش، الميساج ما باس با، شيء طبيعي. الان نقول لك من الجانب التقني والتكتيكي ما نقدرش، اللاعبين عندهم امكانيات من الناحيه التقنيه، ولكن انا نقول لك احنا النظره تاعنا تختلف على النظره تاع المدرب السابق غيموز، الاخ غيموز راهو زميل على كل حال، ولكن الشيء اللي يهمنا بصراحه كما يقول لك الشيء اللي يهمنا هو كيفاش تعاود ترجع للفريق للسكه الصحيحه. شيخ ترى اللاعبين تجاوبوا معك؟ انا بصراحه وكان ما يجاوبوش نروح، هذه نقول والله بصراحه. وشوف سعيد حموش وين يشوف روحه قبل ما يقول روح يرفض الاخر تاعه ويروح، انا نشوف ما يتجاوبوش واش راني ندير لهنا نريح انا في عطله؟ هذه الحمد لله وتنجم تسقسي انا ان شاء الله لازم عليهم يتجاوب لان ما عندهمش مبرر، فهمت؟ لاعب يكون الاداره تعطي له الراتب تاعه تعطي له الكفاءه تاع المباراه وجاي جاب هدف حتى هو باش ينجح لازم يتجاوب مع الطريقه. الشيخ مدام تكلم معك خاص المعلومات اللي عندنا كاين حارس قاسم شويه كان استزعاف يلعب بقى روحه اخر. انا والله معليش معليش شوف نقول لك والله ما زعلت معايا. لا لا انا شوف نقول واش نقول للاعبين اسمع مليح، انا كل حال بكلمتي انا نقول للاعبين انا ما يهمنيش لاعب يلعب، انا ما نهضرش معاه باش نقاردي لا ديناميك تاع لو جروب، انا نتقلق على اللاعب اللي ماهوش يلعب، سي نورمال انا نتكلم معاه. قاسم ما زعفش وما قال حتى كلمه، لو كان زعف اقسم بالله ما نهضر معاه، نقول له خبط راسك مع الحيط،
وكونتا كي ما زعفش لي نحترمه، ولكن نروح ليها انا باش نزيد انا نريح، لان ما يخفاكش الشيء اللي ممكن سنعفون الشيء ممكن هنا صح بصراحه انا ممكن راح نتلقى شويه مشكل. عندنا ثلاث حراس ملاح وقاسم راهو ماهوش حارس عادي، لكن هنا العام الماضي وحده اثنين في الفريق الوطني ويشوفوا روحه ماهوش كونفوكي، ولكن كيفاش نقدر نقولوا على الحراس كيفاش خديناها بعين الاعتبار؟ شفنا المينيطاج مشكور شكل تاع الفريق حميد عطانا، كاين حارس لعب تمن سبع ست مباريات، حارس لعب مباراه وحارس لعب مباراه. انا 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 كيما نقول ممكن غلط وممكن ما غلطش، علاش لعبت الحارس اللي لعب اللي هو كومبيتيتيف، ولكن انا الحارس قاسم باحترام نتكلم معاه باش نخلي كل حارس واقف ومستعد لما نقولوا له ادخل يدخل كيما قال لك زمان كل سبعه وكل هو، ولكن بصراحه ما قال حتى كلمه لحد الان ما قال حتى كلمه، وبالعكس انا اللي تكلمت معاه.